أكد رئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور أن قرار حل حزبه ومصادرة ممتلكاته جاء من الخارج، وأكد عدم الاعتراف بقانون حل الحزب مؤكدا مضيهم في الإطار القانوني الذي كفل حق المعارضة السلمية. وقال غندور خلال حديثه لقناة الجزيرة المباشر إن الحزب كفر بالانقلابات العسكرية وأعلن مقاومتها، وأوضح أن ثورة قامت على الظلم، ودعا الحكومة إلى عدم تجريم من ينتمي إلى المؤتمر الوطني، وأكد أن حزبه لا يمتلك أي ميليشيات عسكرية، معلن استعدادهم لمحكمة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة. طيبة لحياة طيبة.